طيب نروح لموضوع تاني. الناس في كل مكان دلوقتي بيتابعوا كده عبر شاشات الأخبار تأثير الإعصار ميلتون اللي ضرب ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية وسبب دمار كبير. الإعصار يعني بيصنف كإعصار من الفئة الثالثة، وده يعني أنه قوي جدا، وصلت سرعة الرياح فيه لحوالي 195 كيلومتر في الساعة الواحدة. صور فيديوهات انتشرت على السوشيال ميديا بتظهر مدى الرعب اللي كان موجود في شوارع كتيرة جدا، ازاي تم اقتلاع الأشجار في الطرق، وخوف كان موجود في كل مكان في فلوريدا بالولايات المتحدة. يعني فعلا الفيديوز والمشاهد اللي بنتابعها عبر السوشيال ميديا او حتى عبر شاشات الأخبار حقيقي هي صحيح. مرعبة. وكمان بعد زيادة المخاوف من دمار اكتر، الرئيس الأمريكي جو بايدن طلع في نداء عاجل للسكان عشان يدوروا على الأمان، يلاقوا أماكن آمنة يقدروا أن هم يتواجدوا فيها. كمان في توقعات بأن في خسائر شركات التأمين ممكن تتجاوز 100 مليار دولار، مع كمان مزاعم وكلام يا محمد على السوشيال ميديا أنه ممكن يكون إعصار مدبر، وأنه تم التلاعب بطقس فلوريدا، وفي يعني يمكن جدل كبير قوي داير حول إعصار ميلتون. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع على طول. تتابع وكالات الأنباء ووسائل التواصل الاجتماعي حول العالم تداعيات الإعصار ميلتون الذي ضرب ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الإعصار المدمر أدى إلى تدمير وتهديم المنازل وقطع الكهرباء عن نحو 2 مليون شخص. وقد تم تصنيف الإعصار كإعصار من الفئة الثالثة، مما يعني أنه شديد الخطورة، حيث وصلت سرعات الرياح فيه إلى 195 كيلومتراً في الساعة. وقد انتشرت صور ومقاطع فيديو توثق الرعب الذي عم المدينة، حيث انهارت الأشجار وغرقت الشوارع بمياه الأمطار. وقد أصدر المركز الوطني للأعاصير بياناً أعلن فيه أن الإعصار ميلتون وصل إلى اليابسة بقوة خطر للغاية، مما شكل تهديداً مباشراً لحياة السكان. وقد تسببت التحذيرات في إصدار إنذارات تفيد بحدوث أمواج مد وجزر ستغمر سواحل الخليج المزدحمة بالسكان في غرب فلوريدا، مما يثير مخاوف من دمار هائل واحتمالات وقوع قتلى. كما تشير التوقعات إلى أن الإعصار سيتجه نحو المناطق الداخلية وصولاً إلى المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى اقترابه من مدينة أورلاندو موطن عالم والت ديزني. وفي ظل هذه الظروف كانت المتاجر والمراكز التجارية مجبرة على إغلاق أبوابها، ووضع أصحابها لافتات تطلب الرفق من الإعصار ميلتون. ومع اقتراب العاصفة بدأ عشرات الآلاف من سكان فلوريدا الهرب في اللحظات الأخيرة، وأطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن نداءً عاجلاً للسكان للبحث عن الأمان، مع وعد بتقديم مساعدات حكومية، حيث وصف الإعصار بأنه إعصار من القرن. ومن جهة أخرى، توقع محللون أن تتجاوز خسائر شركات التأمين الناتجة عن إعصار ميلتون 100 مليار دولار، وهذا يعني ارتفاع أسعار إعادة التأمين، مما سيؤدي إلى زيادة أسعار أسهم بعض شركات التأمين. هذه الأرقام تذكرنا بإعصار كاترينا الذي ضرب سواحل الولايات المتحدة في عام 2005، وكبد شركات التأمين خسائر بلغت 100 مليار دولار، مما جعله الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.